اقتناء كميات كبيرة من المستلزمات اليومية، خصوصاً المواد الغذائية على غرار البقوليات والسميد والزيت، من العادات المتوارثة لدى العائلات الجزائرية بالرغم من توفر الأسواق على كل المنتجات والسلع، عادات تحافظ عليها بشكل أخص العائلات المكونة من عدد كبير من الأفراد. كلقينا والدينا كعدنا نقضيه هكذايا، تسمى شغل ريزيرف هكذايا، نشريو تاع زعما حميصة هكذا ما هكذا، الحوايج هادو كامل تاع سهر. ويوم يقرب صلاه رمضان بحول الله نقضيو الشيء اللي نقدروا عليها، واللي ما نقدروش عليها نخليوها. 2 3 ملايين مليون نقضيو ونخليهم في الدار، كي نحتاج نجبد بشويه وناكل وخلاص. والجزائريين يشروا يوميا اختي، يكذب عليك يقول لك شو يشروا يخبوا بيضو تاع زيت تاع 5 رواتل راهو في الدار صاحبي ما كيدخلش شري لي 3 تاع زيت. وعلى النقيض من ذلك تعمل ربات بيوت على اقتناء كميات محدودة تصل في بعض المرات إلى شراء غرامات معدودة مع الاقتصاد في الاستعمال. اليوم راح يقضيه يكون ينجم يشري غير قيمة الحشاء، يشري يقدر يشري زوج حبات بطاطا، حبة فلفل، حبة ثوم. علاش كي تكون حاجة موجودة علاش نشري كونتيتي؟ ما نشريش كونتيتي دون البوزوان. وي كي كان سيكون انسان تحتم عليه الظروف باش يشري حاجة بلا كونتيتي يشري بلا كونتيتي. شري قيس شري تحقي انت 10 حبات بيض، خلي 10 حبات بيض تاعك ياكلوا واش ياكلوا غدوا. اسمع كاين كي يروح المارشي موجود البيض موجود نلقاه، علاه نشري انا زوج بلاطوات ونحطهم في الدار نيجي يكسر زوج نيجي يكسر ربعه نيجي. عادات الاقتناء المبالغ فيها تتزايد مع اقتراب المناسبات، اذ تتخوف بعض العائلات من امكانيه حدوث ندره في بعض المواد، بينما تقتصد أخرى جهدها ومالها وتضمن تزويد بهذه المواد لمدة أطول.